في زحمة القيامة كل واحد واقف بيفكر في نفسه، أصوات متداخلة ما بين فرحانة وخايفة، وفي وسط الجموع تظهر ناس وشوشهم منورة وكسوتهم بتلمع، وتيجي الملائكة مخصوص تستقبلهم استقبال كبار الشخصيات، وفي مجموعات يمشوا ويستقروا في أرقى وأفخم مكان طول فترة الحساب. ومن عظمة الجاه واخدين إذن من ربنا ينزلوا أرض المحشر يجيبوا ناس بتعاني تقف معاهم، بيفيضوا من خيراتهم في صورة شفاعة تنقذ ناس كتير من مصائر مؤلمة ومخيفة. سر غنى الناس دي كنوز جمعوها في الدنيا ربنا وصاهم بيها، كنوز لو انت جمعتها هتدوق طعم الحياة وتوصل في الآخرة المقامات انت نفسك ما حلمتش بيها.